تتصاعد وتيرة الاستعداد الإسرائيلي لهجوم عسكري محتمل على رفح جنوبي قطاع غزة. الجيش الإسرائيلي يقول بأنه سوف يعمل على إجلاء الفلسطينيين من رفح على الرغم من تحذيرات أممية من كارثة إنسانية. الجيش الإسرائيلي استدعى أيضا لواءين من جنود الاحتياط إلى قطاع غزة للقيام بمهام عسكرية في مناطق متفرقة من القطاع. هذه المعطيات ألقت بظلالها على سكان مدينة رفح. احنا خايفين متخوفين من العملية على رفح، لأنه اللي احنا شفناه في غزة وشفناه في خان يونس، احنا نزحنا من خان يونس وجينا هنا على رفح، رجعنا لخان يونس زيارة، وجدنا بيوتنا مهدمة في خان يونس، دمار كامل بالكلية. عايشين يعني برعب وبخوف، يعني احنا كل يوم بنخاف، بنمشي كل خطوة بنخاف من اللي بعدها، يعني اللي احنا شفناه بخلينا نخاف واحنا قاعدين. بلا مؤاخذة احنا قاعدين في منطقة حويانة من الآخر، ملاقيين لنا مأوى. بس بعد هيك وين بدنا نروح؟ على المواصي؟ وين بدنا نقعد في المواصي؟ يعني أنا كناس حاب أقول لك، لما اليوم رحت على المواصي أشوف مكان أشرد عليه ما لقيتش مكان. طبعا متخوف، مين مش متخوف؟ كل واحد بخاف على أولاده وعلى عياله وعلى صغاره. سبنا كل حاجة عندنا في المعسكر جينا، كمان هنا كمان يلحقونا بكف بكف ايش بدهم اياه. في ظل التهديدات الإسرائيلية المستمرة بشن عملية عسكرية على رفح، يأمل سكان القطاع أن تتوقف هذه الحرب التي أتت على كافة القطاعات الصحية والإنسانية والاجتماعية. أحمد حرب لقناتي العربية والحدث من مدينة رفح جنوبية قطاع غزة.